من أحداث اليوم أيضا، تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بحدوث عطل فني دخول المستخدمين إلى الموقع مجددا، وأبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة. هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها تويتر لعطل خلال الساعات الماضية قبل أن يتم إصلاحه ليعود للعطل مرة أخرى. هذا وكانت قد أعلنت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة أنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول الموقع بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة. وقالت الشركة في تغريدة: قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا. وأوضح موقع downdictator.com لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40,000 مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين. عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة جامعة بنها. دكتورة غادة، أرحب بك معنا إذن في هذه الحلقة من أحداث اليوم. كيف تفسري إذن هذا العطل وما قاله تويتر؟ طبعا التفسير لحد دلوقتي الشركة ما أطلقتش إيه هو التفسير، لكن هو من امبارح، من الجمعة امبارح حصل عطل للموقع وأثر على ناس كثيرة جدا على مستوى العالم. طبعا أثر على الدول اللي هي عندها تواصل او نسبه الدخول لتويتر عاليه، زي موجود في شيكاغو، زي امريكا تحديدا كانت اعلى حاجه تاثيرا، ايضا بريطانيا كان فيها تاثير، المنطقه العربيه، لان السعوديه من الدول الاولى اللي عندها استخدام تويتر، مصر ايضا تاثرت بهذا الامر، لكن لم يتم الاعلان الى الان ما هو السبب، ما هو سبب هذا الانقطاع. ولكنهم كما تفضلتي ان هم قالوا ان هم سوف يعني يتم معالجه المشكله الفتره القادمه، ولكن بعض الناس سوف تتاثر مره اخرى. طبعا حصل انقطاع مرة تانية، ومن حوالي برضو حوالي 45 دقيقة حصل نفس الكلام. طبعا الموقع اللي حضرتك قلتي عليه اللي هو موقع الداونلود ديتكتور، مش أول يعني قال إن في قبل كده إنه حصل خلل لمنصة تويتر خلال الشهر ده 4 مرات، مرة في 2 إبريل، ومرة في 8 إبريل، ومرة 15 إبريل. وده كله يعني مش أول مرة، أيضا في شهر يوليو اللي فات ده حصل مشكلة كبيرة جدا 2020، إن حصل نتيجة اختراقات تمت لمنصات مهمة جدا على رأسها موقع باراك أوباما، إيلون ماسك، حصل اختراقات أيضا أدت إلى سقوط أو خروج الموقع على بعض المستخدمين. فطبعا هي واضح إنه في حاجة بتحصل داخلية عندهم في السيستم حاليا، بس لم يتم الإعلان عن سبب ما حدث أمس إطلاقا واليوم كمان. محدش يعرف السبب لحد الان. نعم، ولكن من وجهه نظرك دكتوره غاده، دعيني اخذ متابعتك بشكل عام للامر، يعني هذا العطل او كان تدخل لتعطيل خدمات تويتر، ما المقصود منه من وجهه نظرك؟ والله ساعات يعني في 2018 تويتر نفسها اعلنت ان عندها مشكله، كانوا بيعملوا تحديث في السوفت وير وحصل عندهم مشكله. ولكن بعض الناس بتقول ان ده ليه علاقه باللي حصل الفتره اللي فاتت بالمشكله بين تويتر وروسيا، انه كان حصل فيه مشكله وده نتيجه اختراقات تمت، بس هل ده حقيقي ولا لا؟ محدش يعرف، يعني ده كله بس تكهن، لان محدش فينا يقدر يجزم ما تم الا بعد اطلاق المنصه الاسباب الرئيسيه لهذا الخلل. يعني هل هي هجمه ام هي تحديث داخلي ادى الى هذا العطل؟ محدش يعرف، يعني كان في قبل كده الاثنين، كان في هجمات على الموقع نفسه، وايضا كان في مشاكل تحديث للبرنامج داخل تويتر ادى الى هذا العطل. نعم. لكن اللي حصل امبارح برضه محدش قدر يحدده لحد ما نشوف النتائج هتكون عامله ايه، نتائج التحقيق. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة بجامعة بنها، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من معلومات.